والسادة الأفاضل، تحية طيبة لكم جميعا، كل باسمي وجميعي واسمي، ومرحبا بكم بهذه الصبيحة الطيبة من أيام جزائرنا البهية ضمن نهائي مسابقة أضروحة في 180 ثانية، والتي تجري ضمن فعاليات الأسبوع العلمي الوطني في طبعته الثانية هنا بمدينة الصيف العالي. إذا أنظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسابقة الوطنية أضروحة في 180 ثانية تسعود دكاترة بلغوه عن شجرة واستحقاق، أي بمجموع 3 دكاترة لكل محور. شكرا لكم انتم حضورنا الكريم في انتظار المداولات والنتائج التي ستسفر عنها اعضاء لجنه التحكيم الموقره. سنتيح اكيد لهم الوقت للمداولات وللمناقشه للاعلان عن الفائزين، ونلتقي بكم ثانيه. اذا نمر بكم الان سيداتي سادتي ومعكم الى تكريم المتوجين بنهائي مسابقه اضروحتي في 180 ثانيه. يحضر معنا 9 دكاتره وصلوا إلى النهائي بكل جدارة واستحقاق، قدموا ما عليهم في هذه الصبيحة، والآن حان وقت الحسم، حان وقت إعلان النتائج. أعلم أنكم أحر على من على الجمر، لكن لن أعلن أنا عن النتائج، وإنما سأدعو وتحت تصفيقاتكم جميعا السيد رئيس لجنة التحكيم البروفيسور بالبشير حسن لتقديم تفاصيل أكثر حول مجريات المنافسة، ومن ثم الإعلان عن النتائج. فليتفضل مشكورا. الشرف أن أعلن على النتائج التي حصلوا عليها المنافسين فسنتي دي سيتوايان. نعلن على المرتبة الثالثة أولا. فليتفضل مشكورا. واني امين من جامعة تلمسان.
المرتبة الأولى. زهور حسنى من مدينة يجزصور المعلقة، حفيدة العلامة عبد الحميد بن بديس زهور حسنى بالمدرسة قسطنطين. الإمكانيات المادية وحتى المعنوية لإنجاح فعالياتي الأسبوع الوطني العلمي في طبعته الثانية هنا بجامعة صيف واحد. ألف مبروك. المرتبة الأولى. محمد من العاصمة جامعة العلوم والتكنولوجيا هو الكوميديان لو تيم لانتيتولي دو تيم دو لا ريشيرش اي ابرنتيساج بروفون بور لا كلاسيفيكاسيون دي مالادي دي بلانت. ابلوديسي دكتور ابراهيم محمد. انا حققتم خطوة كبيرة في مسيرتكم العلمية. نشكر كل ممثلي شركة موبيليز الحاضرين معنا على إسهامتهم ومشاركتهم إيانا. أكيد اختتام فعاليات الأسبوع الوطني العلمي. هم الدكاترة في المرتبة الأولى إبراهيم محمد، في المرتبة الثانية قادري سمية، وفي المرتبة الثالثة محمد إسرائيل. يتفضل لتسليم الصكوك للفائزين من فضلكم. ونشكر كذلك جزيل الشكر الشريك سوناتراك على دعمه للفائزين. شكرا. ولتكريمهم تحت تصفيقاتكم جميعا نستقبل السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، فليتفضل مشكورا لتكريم الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى في محور الأمن التقوي. وأنتم أساتذتي دمتم كالسحابة المعطاء التي لصقت الأرض اختارت. أطال الله عمركم وشكرا جزيلا للسبع أعضاء لجنة التحكيم.